هل انت من فريق الفسيخ ولا فريق الرنجة؟ بص انا بحب الاثنين، بس طبعا لو هتخيرني الفسيخ. لا انا من فريق الرنجة. لا الرنجة. لا انا من فريق الرنجة. الرنجة. شوف هو كله بيبقى موجود على السفرة، بس انا عامة باخد رنجة. لا فريق الرنجة. انا فريق الفسيخ. وانا فريق الرنج. سيب الطبيخ وهات الفسيخ، يوم في السنه تجمع عليه المصريين علشان ياكلوا اكله فسيخ ورنجه، عاده دايما محافظين عليها من الاف السنين من ايام القدماء المصريين في عيد شم النسيم. ايه احلى حاجه في يوم شم النسيم؟ يعني الفسيخ. الفسيخ والبصل بقى والاكل. يعني في شم النسيم بقى بيبقى الرنجه والفسيخ للي بيحبوا الفسيخ، وكنا زمان البيض الملون وكده. تجمع اسري يعني، يوم اجازه وتجمع اسري بيبقى يوم حلو يعني. الغداء بتاع يوم شم النسيم بتتجمع العيله كلها في بيت الوالد. لازم بيبقى فيه بيض ملون عشان الاطفال وكده. وبعد ما نلون البيض نخش بقى على اكله الرنجه والفسيخ، ونفضل بقى ناكل لغايه لما بطننا توجعنا، مش لغايه لما نشبع. ولازم ناكل فسيخ ورنجه طول اليوم، يعني فطار غدا عشاء فسيخ ورنجه. بتبقى العيله كلها والاصدقاء وكده، فهو ده احلى ما في شم النسيم يعني. هو الجديد عندي في سنة 24 سلطة رنجة بالمايونيز، في سلطة تونة بالمايونيز، سلطة التونة بالسيمون فوميه، في الموحوحة دي عبارة عن رنجة مطبوخة، في رنجة بالمغنوج، في بطارخ بوري بلدي بالزبدة متحمر يعني متشوحة بالزبدة البلدي، في سلطة بطارخ رنجة. ازاي بتتخلصي من ريحه ايدك بعد الفسيخ؟ بالليمون والبن. عندنا بيبقى في مطهرات في البيت وبالليمون والخل بننضف عادي يعني. طبعا ليمون، معجون سنان، بس والبق طبعا قرنفل. في الاول الوصفات الشعبيه ليمون، بعد ما نخلص اكل نروح دهنين بيها ايدينا، بعد كده يعني فكره الكورونا بقى في جلوفز في البيت، شويه ليمون والدنيا بتبقى فله يعني. وطبعا اكله الفسيخ والرنجه ما تحلاش من غير بصل وليمون وخس. وكل سنه وانتوا طيبين. احمد لطفي، كلمه اخيره.